حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها. من المواقع المحلية، قوة أمنية تعتقل مواطنا في يافا لسبب غريب. صنعاء القديمة المدرجة في قائمة التراث العالمي مهددة بالخطر. وموقع ألماني، خامنئي وافق شخصيا على هجمات أرامكو. أهلا بكم. منذ سيطرة ميليشيا الحوثي على محافظة إب لا تتوقف فيها الاشتباكات والقتال بين الجماعات المسلحة، وعادة ما يكون الضحايا مدنيين، آخرهم وفقا لموقع الصحوة نت مسن قتل مع ابنته في اشتباكات قبلية في منطقة سبرة إب. وقالت مصادر محلية إن اشتباكات مسلحة اندلعت في قرية ذي فتاح بعزلة عينان بمديرية السبرة جنوب شرق محافظة إب وسط فوضى أمنية تشهدها المديرية الخاضعة لسيطرة الميليشيا الحوثية. وأضافت المصادر أن المواجهات جاءت على خلفية مقتل مواطن وابنته وإصابة زوجته برصاص مسلح ارتكب جريمته ولاذ بالفرار عقب الحادثة. وبحسب المصادر لا تزال الأجواء متوترة في ظل تحشيدات مسلحة بين الطرفين. في قيم يافع تشكلت أيام الاحتلال البريطاني حركات المقاومة التي ناضلت من أجل يمن واحد تحت راية واحدة. وفي ذات المنطقة حدث كل ما يناقض ذلك منذ أيام. وفقا لموقع عدن الغد، مواطن يرفع علم الجمهورية اليمنية وسط يافع وقوة أمنية تعتقله. وقال الموقع إن قوات الحزام الأمني بمديرية سرار يافا بمحافظة أبيان اعتقلت المواطن فهيم راجح وسط عاصمة المديرية سرار. وأفادت مصادر محلية بسرار أن قوات الحزام الأمني اعتقلت المواطن فهيم سالم أثناء قيامه برفع علم اليمن وسط مديرية سرار يافا. وأضافت المصادر أنه بعد اعتقال المواطن تم تحويله فورا من قيادة الحزام الأمني بسرار إلى قيادة قطاع القارة في مديرية رصد. أحمد ناصر حميدان يكتب في موقع يمن مونيتور مقالا عن الفكر الواحد الذي لا يقبل غيره، وأضاف في جزء من المقال: لن نعيش سعداء بفكر واحد ورؤية واحدة وطيف واحد، إنها التعاسة. المجتمعات الأكثر سعادة وحياة ونهضة وتطورا هي تلك المجتمعات المتنوعة التي تقبل بعضا بنظام وقانون ينظم العلاقات والاختلاف والخلاف. هي تلك المجتمعات الديمقراطية التي ذابت فيها الأعراق والطوائف والمناطق والأيديولوجيات في بوتقة أيقونة وطن متنوع يحتكم للصندوق وإرادة الجميع. عدونا جميعا هو من أقنعنا بأننا أعداء ووفر الظروف الذاتية والموضوعية لهذا العداء والدعم اللوجستي والبيئي والمعنوي له، وشكل منا جماعات متناحرة نقتل بعضنا دون أن تؤلمنا دماء بعض المهدورة وصنع مبررات كل ذلك، وصور منا شيطانا نرجمه بكل ما فينا من سوء وقبح، وقرر توجيه السهم للقضاء عليه، والحقيقة أنه قرر القضاء علينا وعلى كل خير فينا، وحب وتسامح وتوافق وتنوع واختلاف وخلاف نمتلكه كقوة. اليوم صار البعض مقتنعا بهذه المبررات وهذه الشيطانة لا يحتاج إثباتا ولا براهين ليدين ويخون ويتهم، فكل مختلف عنه ومعه خائن ومجرم ومتهم. وقرر التخلص منه فكرة جهنمية جعلته شيطانا منكفئا على ذاته ومنطقته، ويرى كل من يعارض هذا الانكفاء هو عدو وجب قتاله وأبيح دمه، ومن أجل ذلك نتقاتل اليوم ونبرر كل المعارك الجانبية التي تدار دون أن تؤثر فينا الدماء المهدورة والأرواح التي تزهق، بل بعضنا يهلل لتلك المعارك وللأسف زرع فينا روح الانكفاء على الذات وبتعصب مناطقي عرقي أو طائفي، والبعض الآخر أيديولوجي حزبي مقيت. هذا التعصب لم يتح لنا الفرصة للانفتاح على الآخر والبحث عن وسائل للتقارب وبناء جسور للثقة. لم نعد نمتلك وسائل العدل الجاذبة للآخر ونقدم روح الإطمئنان له والقدرة على الاندماج والانصهار في وطن يستوعب الجميع. يرى بعض أصحاب البيوت في صنعاء القديمة ممن قابلهم الباحثون أنهم غير مجبرين على الالتزام بنمط معين لمنازلهم في المدينة التاريخية طالما لا توجد جهة تقدم لهم خدمات الإصلاح والترميم والصيانة الدورية. ووفقا لموقع الأرشيف اليمني، صنعاء القديمة في قائمة التراث العالمي مهددة بالخطر. تقول شذا حطام التي أعدت المادة للنشر: خلال تجوالنا في المدينة القديمة لاحظنا وجود الكثير من الأبنية العشوائية
الصناعية والمحلات التجارية التي افتتحت في المنازل. عزل البعض الأمر إلى اقتداء سكان المدينة بالتجار الكبار الذين افتتحوا مولات في السوق الكبير، وهو ما كان محرما في السابق لأنه يشكل خطرا كبيرا على هوية هذه المدينة المتفردة. وقد حمل البعض المسؤولية للسلطات بشكل مباشر. ويقول التقرير: مشكلة بناء محلات في المنازل هي إضعاف أساسات البناء أو تقليل المساحات الحاملة للأوزان، ما يتسبب بحدوث تشققات في الأبنية قد تؤدي إلى انهيارها في أي لحظة. قال أحد السكان إن البيت الذي يسكن فيه كان بيت جده، وهذا هو الجيل الثالث من عائلته التي تعيش في هذا البيت منذ 70 سنة. لا أحد يهتم بأحوالنا، نشكو أحوالنا لهيئة حماية المدن فلا تهتم، نقول لهم المياه تدخل بيوتنا لكن لا أحد يهتم بنا، وحين نصلحها يأتون إلينا ويقولون أنتم مخالفون. من المقالات التي ينشرها موقع بلقيس حصريا نطالع جزءا مما كتبه وسام محمد عن حلمه الذي ينتظر التحقيق وكيف أصبح الحلم العام شخصيا، وأضاف في أجزاء من المقال: درست القانون في كلية الحقوق وأنا أعرف بأني لن أكون محاميا، أفضل أن تقتلني على أن تجبرني على الدخول إلى إحدى تلك المحاكم التي لا تحتكم سوى لقانون الفساد. عندما اندلعت الثورة وجدت نفسي وسط أمواجها الزاهية، خيل لي في لحظات كثيرة أن كل هذه العظمة قد صنعت خصيصاً لأجلي كتعويض عادل عن كل البؤس والحرمان الذي عشته منذ أن بدأت أعي وجودي. شعرت أيضاً لأول مرة أنني أستطيع أن أكون أي شيء أريده. بالطبع كانت الأشهر التي أعقبت تخرجي من الجامعة، وكانت أسرتي قلقة من كوني شخصاً فاقد الحيلة ولا يستطيع العثور لنفسه على عمل. لا شيء يستحق أن يموت المرء لأجله سوى الثورة. أملي وأمل الجموع المقهورة، سواء أصبحت أنانياً أو عكس ذلك، فالثورة هي أجمل شيء حدث لي حتى الآن. لكني شخص أدمن العيش في عوالمه الداخلية، بينما القتال يعني النباهة قبل كل شيء. ثم إن الجميع يخبرني أن القتال ليس الفكرة الصائبة، طالما يمكنني القتال بطريقة أخرى. أنت صحفي وتجيد الكتابة، لماذا لا تقاتل بقلمك؟ كنت صحفياً، فالثورة التي صنعت مني صحفياً تلاشت لأجدني خارج حلم جميل في حضن بؤس يتسع من جديد، شخص عديم الفائدة. مع ذلك حاولت الاقتراب، حافظت على الثورة كفكرة لابد أنها ستعود وتصبح واقعاً مرة أخرى، غير أن الأدلة الدعائية الضخمة للثورة المضادة لن تتركك تعيش بسلام، فهي لا تتوقف عن القول إن الثورة قد ماتت، وإن من يقاتل الآن باسم الثورة هو الإرهاب وكل أمراض الماضي. حتى وأنا لا أريد أن أصدق ذلك، عندما نجحت في الخروج من العزلة اكتشفت أي سطوة كنت قد وقعت تحتها. كما العادة كان يقوم مع السائق بتوزيع صحيفة الشارع حين جاءها مسلحون وقادوهم إلى مكان مجهول. تقول العربي الجديد أيضا نقلا عن نقابة الصحفيين: مسلحون اختطفوا موزع الصحيفة زكريا حسان وسائقه في مدينة تعز ومنعوا توزيعها في المدينة. وحملت النقابة السلطات الأمنية والعسكرية في تعز كامل المسؤولية، مطالبة بسرعة الإفراج عن الموزع وسائق الباص والسماح بتوزيع الصحيفة والتحقيق في الواقعة وإلقاء القبض على الجناة ومعاقبتهم. رئيس تحرير صحيفة الشارع نائف حسان قال في بيان نشره في حسابه على فيسبوك إن مصير الموزع والسائق ما يزال مجهولا بعد احتجازهما في مكان غير معروف، وحالت عملية الاختطاف دون توزيع عدد اليوم في المدينة. صحيفة الشارع كانت قد أثارت جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي منذ استأنفت إصدارها في 18 نوفمبر، بعد أن تناولت اتهامات بالفساد في مؤسستي الجيش والأمن، واتهمت حزب الإصلاح بالإخلال في إدارة مدينة تعز. وفي جولتنا في الصحف الفرنسية المهتمة بالشأن اليمني، صحيفة لو فيغارو والتي ترجمت خصيصا لقناة بلقيس تنقل عن مسؤولين محليين أن 8 من مقاتلي الحوثيين قتلوا في غارات جوية قادها التحالف العسكري بقيادة السعودية في الحديدة بعد أسابيع من الهدوء النسبي.
استهدفت الغارات الجوية غير المتوقعة التي أسفرت أيضا عن إصابة العديد من الجرحى، استهدفت مواقع الحوثيين العسكرية بما في ذلك بالقرب من ميناء الحديدة. وفقا لمسؤولين محليين قابلتهم وكالة فرانس بريس، بعد ساعات قليلة من الغارات اندلعت اشتباكات عنيفة في الضواحي الشرقية والجنوبية للحديدة بين المتمردين والشرعية. أحد السكان في اتصال هاتفي لوكالة فرانس بريس قال: سمعنا آيرة نارية منذ الساعات الأولى من الصباح، وهذا أول صدام من نوعه منذ أسابيع في المنطقة، حيث تم إنشاء نقاط تفتيش مشتركة قبل شهر. ووفقا لسكان آخرين فإن طائرات التحالف تحلق باستمرار فوق مدينة الحديدة الساحلية، وهي نقطة الدخول الرئيسية للمساعدات الإنسانية في اليمن. عقود الشرق الأوسط الضائعة، التنمية، المعارضة ومستقبل العالم العربي. تحت هذا العنوان كتبت مها يحيى مقالها المنشور في فورين أفيرز، وقالت في جزء من المقال الذي ترجم لصالح صحيفة الغد: خلال النصف الثاني من القرن العشرين كان موقف واشنطن من التنمية العربية براغماتيا ومراوغا بشكل أساسي، فعلى الرغم من أن الولايات المتحدة فضلت النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط، إلا أنها انطوت على اعتقاد بأن من الأفضل أن يحكم المنطقة حكام مستبدون ودودون مثل المصري أنور السادات والإيراني محمد رضا بهلوي، والذي يمكنهم توفير الاستقرار السياسي وحماية المصالح الغربية. لكن هذا الموقف تغير بعد 11 من أيلول سبتمبر، وبالاعتماد على عمل الخبراء الدوليين مثل خبراء برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، خلص صانع السياسة في الولايات المتحدة إلى أن التطرف المنبثق من الشرق الأوسط كان في جزء منه عرضاً جانبياً لسجل التنمية الكئيب في العالم العربي. حكوماته القمعية واللامساواة الراسخة والركود والاقتصادات التي تديرها الدولة والتي حرمت المواطنين العرب العاديين من الفرصة. وأروجت إدارة بوش لأهداف ديمقراطية الشرق الأوسط وفتح الإمكانيات البشرية لمواطنيه كمبرر لحروبها في المنطقة. وبعد غزو أفغانستان في العام 2001 والعراق في العام 2003، اعتبرت الولايات المتحدة احتلالها للبلدين تجربة مطولة في بناء الديمقراطية. وأعلن بوش عن أجندة الحرية الأوسع للشرق الأوسط، وقام بتأسيس البرامج مثل مبادرة منطقة التجارة الحرة في الشرق الأوسط لتعزيز الأسواق الحرة وتنمية المجتمع المدني، لكن أجندة الحرية لم تنجح كما كان مخططا لها. بعد أن أطاحت الولايات المتحدة بالديكتاتور العراقي صدام حسين في العام 2003، غرق العراق في عقد من الحرب الأهلية التي صاحبها تمرد معاد للولايات المتحدة مع حرب إقليمية بالوكالة، وأدى ذلك إلى إحداث انخفاض في العديد من مؤشرات التنمية الرئيسية التي حددها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كمصدر لمشاكل العراق. لكن صعوبات الشرق الأوسط ذهبت أعمق من هذه الكارثة الكبيرة أيضاً. على مدار العقد الأول من هذا القرن شرعت الصفقة السلطوية التي كانت منذ فترة طويلة أساسا لبقاء حكومات المنطقة في الانهيار. وخلال هذه الفترة أصبحت ديناميات المنطقة تتعرف بثلاثة اتجاهات رئيسية: نمو بلا رفاهية، وعيش بلا كرامة، وتحرير بلا حرية. تصدر التقرير الذي نشرته وكالة رويترز صفحات الصحف والمواقع الإخبارية العالمية نظرا لما كشفه التقرير، ونطالع جزءا من ما نشر في الموقع الألماني دي دبليو بعنوان: خامنئي وافق شخصيا على هجمات أرامكو. يوم الهجوم سرعت ميليشيا الحوثي للإعلام بأنها من نفذت الهجوم، وذلك لم يكن صحيحا على الإطلاق وفقا للشبكة الألمانية، والتي أكدت استنادا إلى رويترز أن الأمر أقر قبل 4 أشهر من الهجوم في طهران. إيران هي التي خططت ونفذت عملية الهجوم على منشآت النفط السعودية، وتم التخطيط خلال اجتماع لمسؤولين أمنيين إيرانيين في مجمع شديد التحصين بطهران. وكان الموضوع الرئيسي للاجتماع هو كيفية معاقبة الولايات المتحدة على انسحابها من الاتفاق النووي وفرض عقوبات اقتصادية على إيران. ونقلت الوكالة عن 4 مصادر مطلعة قولها إن أحد القادة قال في الاجتماع: آن أوان إشهار سيوفنا وتلقينهم ترسى. وفيما دعا البعض لمهاجمة أهداف استراتيجية كالقواعد العسكرية الأمريكية، تمخض الاجتماع عن خطة لا تصل لمواجهة يمكن أن تسفر عن رد أمريكي مدمر، إذ وقع الاختيار على استهداف منشآت نفطية في السعودية. وقالت هذه المصادر إن الزعيم الإيراني خامنئي وافق على العملية شرط أن تتجنب القوات الإيرانية إصابة أي أمريكيين أو مدنيين.
ماجد الشيخ يكتب في صحيفة العرب الجديد عن سلطة إفساد الأوطان المنكوبة، وقال الكاتب في جزء من المقال: وطن الناس غيره مراتع السلطة وأهلها بمن لا وطن لهم سوى بنوك ومصارف المال والأعمال. هكذا منذ زمن بعيد تحولت أوطاننا بفضل أهل السلطة وميولهم من العبيد المولهين بشخص الزعيم إلى أوطان طاردة لأهلها المواطنين من الناس العاديين، كما أضحت طاردة لقيم البداهة الإنسانية والأخلاقية. الوطن وطن الناس مطوب باسمهم ولهم منذ الأزل وإلى الأبد، ومن الاستحالة تطويبه باسم هذا الشخص السلطوي أو تلك العائلة أو باسم هذا الحزب أو ذاك. في حضرة الثورات على السلطة بزعامتها ورعاها من العبيد، نكتشف أن السلطة سلطة الزعماء من إقطاعي نهب الدولة، ليست أمينة على وظائفها بقدر ما هي حريصة على ممتلكاتها التي جرى سلبها ونهبها من الدولة ومواطنيها غير المعترف بمواطنتهم. ومع ارتفاع أصوات الناس الموجوعين، اكتشفنا كم هو وجع الوطن كبير بحجمه، وكم هو وجع الدولة كبير في حجم تغييبه. كذلك هو وجع الإنسان أكبر، وجع يختزل الألم المفجوع بحضور السلطة القاهر حد الفجور، وغيبة الدولة بفعل تغييبها من قبل سلطة تمارس حضورها الطاغي. في يوميات ثورة كما في لبنان والعراق وغيرهما، أتيح لنا أن نتعلم وأن نتعظ من دروسها العملية أعلى بكثير من قراءتنا الكتب وما فيها من نظريات تبقى مجردة من مصداقية الفعل الثوري، وأرحب كثيرا من ضيق المساحات التي يحشرنا فيها الوصف أو السرد أو الحكي عن الثورة. في هذه اليوميات يكمن غنى التنوع في الرؤى والأحلام والأهداف المشروعة للغالبية المقهورة السعية نحو بناء غد أفضل ومستقبل أكثر إشراقا لأجيال المستقبل الواعد. فالفاسدون وهم يتسلقون سلم السلطة كانوا يفسدون أوطانهم وإعادتها سنوات ضوئية نحو تخلف نقصي مكرر لا يمكن التحرر منه بغير الثورة، ثورة لا يمكن خداعها والالتفاف عليها بإصلاحات شكلية أو بوعود عرقوبية. إذا صاحب المهرتين كذاب، كل يوم تكشف لنا الحياة عن مدى زيف هذا المثال. فاليوم يمتلك البشر الكثير من المهارات المختلفة ويجيدونها جميعا، وقد نشرت شبكة البي بي سي تقريرا عن الشخصيات الموسوعية مسار عبقرية البعض في أكثر من مجال. ففي الثلاثينيات من القرن الماضي لمع نجم هيدي لامار في سماء هوليود، ولم يكن يعرف إلا القليل من معاصريها أنها شغوفة بالاختراعات. وقد التقت لامار جورج أنتايل عازف البيانو والملحن والروائي المبدع، واكتشف الاثنان أن القوات المعادية تشوش على الإشارات اللاسلكية لقوات التحالف، ولمواجهة ذلك اخترعا طريقة لإرسال الإشارات اللاسلكية بتقنية القفز الترددي التي تتيح التنقل بين قنوات التردد متعددة، وأطلق عليها اسم ماركي نسبة إلى اسم لامار بعد الزواج. وبينما قد تبدو قصة ابتكار هذه التكنولوجيا الثورية عجيبة، إلا أنها خير مثال على عقول الأشخاص الذين يطلق عليهم اسم الموسوعيين. وكشف بحث حديث عن الخصال الشخصية التي تساعد البعض في التنقل بين مجالات عديدة بمهارة فائقة، وعن الفوائد التي تعود على المرء من إشباع الرغبة في تعلم أشياء متعددة مثل تحسين الشعور بالرضا، وعن الحياة وزيادة الإنتاجية في العمل والقدرة على الابتكار. وأشار البحث إلى أن قضاء وقت أطول في دراسة شيء خارج مجال تخصصنا والتدرب عليه سيعود علينا بفوائد عديدة، حتى لو لم نحقق نفس النجاح الذي حققته لامار وأنتايل. وكشفت دراسات عن أن العلماء المرموقين يميلون أكثر إلى من غيرهم إلى ممارسة الرقص والغناء والتمثيل والرسم وكتابة الشعر وحتى العزف على الآلات الموسيقية. ويريد التقرير نموذجا آخر أينشتاين، فبالإضافة إلى أنه عالم فيزياء فقد كان أيضا عازف بارع للبيانو والكمان. ويحكي ابنه وابنته أنه عندما كان يواجه معضلة رياضية عصية على الحال كان يعزف الموسيقى، وكثيرا ما كان الحال يقفز إلى ذهنه بعد الانتهاء من العزف. صور متنوعة من صحيفة الديلي تيليغراف نتابعها معكم في جولتنا المصورة لهذا اليوم.
عندما خاف المبدعون من السجان ومن مقص الرقيب ومن أعين السلطات الدكتاتورية، ذهبوا إلى الألوان والريشة ورسموا آراءهم ومواقفهم، وأصبح ذلك يعرف بالكاريكاتير. هذه مجموعة مما نشرته الصحف اليوم من تلك الرسومات. وبهذه المجموعة نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.